طبعا بيكم مره تانية مشاهدينا، ولسه اكيد النجوم بيتوافدوا على ريد كاربت مهرجان الجونه السينمائي في دورته الخامسه. نورنا في هذا اللقاء احمد مجدي، مساء الخير عليك. مساء الخير. نور الريد كاربت والبن مظبوط، كان عامل مشكله بره. طيب مسلسلات ما شاء الله ريسنتلي كتيره، بنت السلطان، الانسه، فرح ثلاثه، قصر النيل، ايه اللي جاي تاني دراما؟ والله الحقيقة هو يعني الانتهاء من أنسة فرح طبعا بعد 3 سنين من الشغل، ده كانت حاجة كبيرة ومؤثرة جدا، ونفسنا نكمل حتى سيزون 6 لو فيه. واللي جاي لسه يعني في كلام، بس ما فيش أي حاجة اتحسمت رمضان. وفي بقى اللي ان شاء الله هيتعرض قريب 2 طلعت حرب، اخراج مجدي احمد علي، انا عامل فيه دور صغير وهو انتاج شركتي الصغيره، وبنحضر برضو مع الاستاذ مجدي فيلمه الجاي، وفي مشاريع اخرى طموحه لسه شويه ان شاء الله. طيب السينما بالنسبه لك في المهرجان، الافلام القصيره بتشوفها ازاي؟ انا بحس ان هي مشروع ناجح جدا لممثلين كبار حتى بيشتغلوا فيه، يعني كشباب كبار. الحقيقه يعني انه يبقى في سينما بديله بشكل عام ومختلفه عن التيار، قصيره كانت او طويله، فهي دايما بتبقى بتضيف يعني بتضيف للسينما بشكل عام، وبتديها يعني روح حقيقيه، بدل ما يبقى في طول الوقت افلام تقليديه والجمهور يعني بيبقى دايما عارف هي هتبقى عامله ازاي وشكلها ايه. ففي السينما، في الافلام القصيره وفي الافلام التسجيليه والافلام يعني الروائيه الجماهيريه او فنيه او يعني اللي هي تبعد قليلا عن التجاريه ولكنها في النهايه ممكن تبقى جماهيريه برضه، المحتوى بتاعها كل الافلام دي اقدر مهمه جدا، وبتضيف ممثلين وبتضيف صناع في مجالات مختلفه، فهي انا رايي في دي بتبقى قلب الصناعه. ان شاء الله تكون انت موجود في قلب الصناعه وتعمل كل طموحاتك وتحققها، سينما ودراما وليه لا مسرح ان شاء الله. بشكرك جدا. اكيد اللقاءات مستمره مشاهدينا على ريد كاربت مهرجان الجونه السينمائي. جمانة اليكي.